أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة عيد الفطر المبارك السعيد بالمسجد المحمدي بحي الأحباس بالدار البيضاء، مبادرات يرسخ من خلالها جلالة الملك حفظه الله في أفراد المجتمع المغربي مبادئ وروح وقيم ديننا الحنيف. وبالقصر الملكي بالدار البيضاء تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. وتهنئة جلالته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، ورؤساء المجالس الدستورية وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. مناسبة دينية سعيدة يتقبل فيها أمير المؤمنين حفظه الله التهاني والتبريكات التي تتضمن مشاعر الوفاء والولاء والإخلاص الصادق لأمير المؤمنين نصره الله. ومع كل مناسبة وطنية أو دينية ترفع لأمير المؤمنين حفظه الله آيات الولاء والإخلاص والتعلق بأهداف العرش العلوي المجيد، والتعبير الصادق عن وحدة مشاعر الأمة في ولائها الدائم لقائد الأمة ورمز وحدتها واستمراريتها، ومباركة خطوات جلالته السديدة والنيرة والرائدة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان كرامة وعزة المواطنين في العيش الكريم. لقد ظل المغرب عبر التاريخ وإلى وقتنا الحاضر في ترابط وثيق وتماسك قوي وإشعاع حضاري متجدد ومتواصل بفضل الجهاد وكفاح ونضال وتضحيات ملوك الدولة العلوية الشريفة لإعلاء راية المغرب وضمان وحدته وتماسكه وقوته.